أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في جنوب ووسط القطاع، وتصد عدوانه المستمر على رفح وسط قصف إسرائيلي عنيف يستهدف النازحين والمستشفيات. وبعد 126 يوما من الجرائم، بايدن يصف العدوان على غزة بالرد الذي تجاوز كل حد، وإدارته تؤكد أنها لن تدعم أي عملية عسكرية في رفح. وغدات عملياتها النوعية، المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف، والاحتلال يتحدث عن اعتراض هدف في أجواء حيفا ويقصف قرى حدودية جنوبية. وبعد عدوان ليلي، غارات أمريكية بريطانية جديدة تستهدف الحديدة، وتظاهرات يمنية حاشدة تحت شعار ثابتون على الموقف مع غزة حتى النصر. معركة الفتح الموت، معركة الفتح الموت، فيها كل الشعب جنود، فيها كل الشعب جنود، معركة الفتح الموت. وتظاهرات في الضفة نصرة لغزة واليمن ولبنان، وقفات تضامنية في الأردن تحت شعار جسر بري لغزة لا للصهاينة، والبحرينيون ينظمون المسيرات رغم الإجراءات المشددة. وبوتين يؤكد أن هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة، ويقول الولايات المتحدة تتدهور والقانون الدولي يحتاج إلى تعديلات لأن ميزان القوى في العالم تغير. رغم منع حزبه خوض الانتخابات التشريعية، المرشحون المؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتصدرون النتائج الأولية. وفي هذه الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع خالد خليل. مساء الخير خالد. تفضل. وفي اقتصاد الظهيرة لليوم، الكنيسة توافق على ميزانية معدلة تضيف 159 مليار دولار على الإنفاق التسليحي لتمويل العدوان ضد قطاع غزة. أماني مهنة والأخبار الرياضية. مرحبا أماني. مرحبا محمد. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم، جنوب أفريقيا بيت الرياضيين الفلسطينيين وموطنهم، ترحيب حار بالمنتخب الفدائي في كيب تاون. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظهيرة، ونبدأ أولا من آخر تطورات العدوان المستمر على غزة لليوم 26 بعد 100، إذ تواصل المقاومة التصدي على محاور عديدة في القطاع، وذلك وسط قصف إسرائيلي مستمر على النازحين لا سيما في رفح الحدودية مع مصر. وفيما تواصلت محمد عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان على مواقع الاحتلال مكبدة إياها مزيدا من الخسائر، برز ما نقله الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش الإسرائيلي الذي بني في السنوات الأخيرة ليست لديه القدرة على القتال على جبهتين على نحو مكثف.
تواصل المقاومة التصدي إذن على مختلف محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التقدم غرب خان يونس. ونشرت مشاهد من استهداف آليات الاحتلال على محاور القتال في تلك المدينة. نسأل الله التوفيق يا رب، نسأل الله أن يسدد. سرايا القدس كانت قد أعلنت استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ موجه. كانت هذه القوة تتحصن في إحدى الشقق السكنية بمحيط منطقة الحوز غربية خان يونس، واستهداف آلية عسكرية إسرائيلية واشتعال النيران فيها خلال الاشتباكات الضارية غرب غزة. ونشرت السرايا كذلك مشاهد رشقات صاروخية قصفت بها المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات ضمن معركة طوفان الأقصى. هذا وخاضت المقاومة صباح اليوم اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في حي الرمال والشيخ عجلين في مدينة غزة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة ليلا جنوب غرب المدينة. كتائب القسام كانت أكدت أنها دمرت وأعطبت منذ بداية ملحمة طوفان الأقصى أكثر من 1108 آليات للاحتلال، منها 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 جيبا عسكريا.
من جهتها نشرت كتائب المجاهدين مشاهد تظهر دك مجاهديها تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في غرب مدينة غزة باستخدام صواريخ قصيرة المدى. في غضون ذلك يواصل الاحتلال مجازره ولا سيما في وسط وجنوب القطاع، حيث ارتقى اليوم أكثر من 15 شهيدا بينهم أطفال ورضع في دير البلح والزوايدة في وسط القطاع. وفي رفح جنوب قطاع غزة قصف الاحتلال عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها من العائلات النازحة، ما تسبب بارتقاء عدد كبير من الشهداء معظمهم من الأطفال. كما استهدف الاحتلال روضة أطفال تأوي نازحين وسط القطاع. وطلعنا لقينا شهداء مرمين على الارض، هذا يمكن شهدين ابو وبنته، وانت شايف الوضع، عماره كامله راحت بدون لا انذار ولا حاجه، ضربوها على راس ساكنين. وزوجته وابنه فقيم من الدور الخامس لقوهم على الارض، باخذوهم على المستشفى، والبنات تنتين مفقودات، فبعد هيك عرفنا في المستشفى تنتين موجودات، هاي هنا موجودات هنا. فاللي صار يعني العادل قصف، يعني هو مش مستهدف، يعني هو مش مقاوم، يعني هو انسان عادي جدا، يعني ما فيش يعني ابنه صغير ابو 3 سنوات هذا مقاوم، زوجته مقاومه. الله اكبر. وقبل الذهاب إلى غزة واستطلاع الأوضاع فيها حتى هذه اللحظة، ينضم أو نذهب إلى مطار بيروت، حيث وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جولة إلى المنطقة من ضمنها لبنان. وللمزيد معنا من هناك الزميل عباس صباغ. عباس، ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟ معالي الوزير، نعم، في هذه الأثناء وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت ليستهل زيارة هي الثالثة منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة. في هذه الأثناء يتحدث ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري القيادة في حركة أمل خليل حمدان، ثم تكون كلمة لممثل حزب الله، ومن ثم سيتحدث الوزير عبد اللهيان في مستهل زيارته التي تستمر يومين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين. طبعا اللقاءات الرسمية ستبدأ صباح الغد بلقاء مع رئيس حكومة مصرف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن ثم لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، ولقاء مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام جولته. طبعا يتحدث سيادتنا خليل حمدان باسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مرحبا بالزائر الإيراني، ويتحدث عن الوضع اللبناني وما تشهده من اعتداءات إسرائيلية على الحدود الجنوبية. نعم. إذا سنعود إليك الزميل عباس صباغ حين يتحدث وزير الخارجية الإيراني، ونطلع أكثر على المواقف التي سيطلقها من مطار بيروت الدولي. إذا نذهب الآن لاستطلاع الأوضاع في قطاع غزة مع الزميل أكرم دلول، وأبرز التفاصيل والأوضاع والمشهد كيف يبدو حتى هذه اللحظة في قطاع غزة لو سمحت أكرم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل أكرم دلول، بكل الحالات سنعود إليه، لكن نستطلع أكثر الجبهة الأخرى من الجبهات المفتوحة على الاحتلال الإسرائيلي، الجبهة الشمالية من جنوب لبنان. ينضم إلينا الزميل علي مرتضى حتى هذه اللحظة على وقع عمليات المقاومة المستمرة والمتصاعدة ودخول مرحلة جديدة في هذه العمليات. علي، حسب ما يبدو كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان مع استمرار أيضا الاعتداءات الإسرائيلية؟
نعم دينا، يعني أبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية. طبعا قبل قليل كان هناك غارة حربية إسرائيلية على أطراف بلدة مارون الراس، وقبلها كان هناك استهدافات بالطيران المسير. استهدفت في البداية صباحا منزلا خاليا في بلدة عيت الشعب، وأيضا منزلا خاليا آخر في بلدة مركبة، بالإضافة إلى استهداف منزل بين يحمر وأرنون. وهذا الاستهداف طبعا لم يؤدي أيضا إلى إصابات، بالإضافة إلى العديد من إطلاقات قذائف المدفعية التي استهدفت القرى اللبنانية. كان هناك أطلاق قذائف مدفعية استهدفت أطراف بلدة كفركلا، كذلك الوزاني. كان هناك قذائف مدفعية باتجاه الجبين ومجد الزون ويارين. والآن طبعا يردني بأن هناك إطلاق قذائف مدفعية يستهدف أطراف كفر شوبة. إذن الآن أيضا إطلاق قذائف مدفعية يستهدف أطراف بلدة كفرشوبة في القطاع الشرقي. إذن كفركلا، الوزاني، كفرشوبة في القطاع الشرقي تعرضوا لقذائف مدفعية، والجبين، مجد الزون، يارين في القطاع الغربي تعرضوا لقذائف مدفعية. في المقابل المقاومة الإسلامية حتى لحظة أعلنت عن عملية واحدة، حيث استهدفت التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف. كذلك رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان، أو إطلاق يعني بضع صواريخ من لبنان باتجاه هدف في إصبع الجليل. حتى لحظة لم يتبنى أحد هذه العملية. والآن يردني أيضا بأن هناك إطلاق صواريخ باتجاه موقع رمتا في مزارع شبعة المحتلة من لبنان. إذا نيران مباشرة من لبنان تستهدف موقع رمتا في مزارع شبعة المحتلة. حتى اللحظة الأمور هذه هي الصورة من جنوب لبنان. طبعا كان هناك إطلاق صافرات للإنذار في مستوطنات الجليل الغربي نتيجة الاشتباه بدخول مسيرات باتجاه تلك المنطقة. ونحن نتابع معك أيضا علي، ربما نتحدث أكثر عن أبرز الاستهدافات وأيضا نفصل عمليات المقاومة وأبرز هذه العمليات حتى هذه اللحظة، وماذا عن تصاعد واستخدام تكتيكات ربما وأسلحة جديدة خلال هذه المعركة؟ نعم دينا، يعني الأبرز هو ما حدث بالأمس. بالأمس حزب الله أعاد لجم العدو الإسرائيلي، لا سيما بعد الاستهداف الذي جاء على شاكلة اغتيال مجددا في مدينة النبطية، تستهدف طائرة مسيرة سيارة بصاروخ ما أدى إلى إصابتها. المقاومة الإسلامية لم تتأخر في هذا الرد، وهذه المرة كان الرد مضاعفا. في البداية أعيد استخدام ورقة قاعدة ميرون، هذه القاعدة التي تعرضت حتى اللحظة لثلاث عمليات عسكرية. كل عملية عسكرية كانت ردا على اعتداء كبير. في المرة الأولى جاءت ردا على استشهاد الشهداء صالح العروري ورفاقه في بيروت، تم استهداف قاعدة ميرون بنيران من لبنان. بعد ذلك كان هناك حملة من الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة، تم اغتيالين في أرض الجنوب اللبناني استهدفوا، وبالتالي قام حزب الله أيضا باستهداف قاعدة ميرون. أما بالأمس وبعد ما حدث في النبطية تم استهداف قاعدة ميرون، هذه المرة بصواريخ فلق. نعم علي، شكرا جزيلا لك. نحن سنعود إلى مطار بيروت الدولي، وهذه الكلمة في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله. على حسن الاستقبال للمسؤولين الحكوميين في لبنان والمسؤولين في المقاومة في مطار بيروت. تشكر از حضور مدير كل محترم تشریفات وزارت امور خارجه. كما تقدم بالشكر الجزيل للمديرة العامة لإدارة مراسم في وزارة الخارجية اللبنانية. همچنین نماینده محترم دولت الرئيس جناب آقای نبيه بري. كما تقدم بالشكر الجزيل الممثل الخاص بدولة الرئيس نبيه بري. ونمايندگان عالي جنبش عمل حزب الله حماس وجهاد اسلامي فلسطين. وايضا الممثلين عن حركة امل وحزب الله وحماس والجهاد الاسلامي. بعد از گذشت 4 ماه از نسل کشی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه و کرانه باختری فلسطین، ما امروز شاهد هستیم که تل‌آویو به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود نائل نیامد. بعد مضی 4 اشهر من الاباده الجماعیه والاعتداءات الصهیونیه ضد غزه و الضفه الغربيه، فنحن نشهد بانه لا تزال تل‌آویو لم تحقق اي من اهدافها المعلنه. آنچه شاهد آن هستیم به لطف و مدد الهی و با قدرت مقاومت فلسطین و لبنان و منطقه حاصل شد.
ما نشهده اليوم فقد تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة. رهبران مقاومت در فلسطين ولبنان هم در عرصه عمل و میدانی و هم در عرصه سیاست با درایت و خردمندی عمل کردند. ان قادة المقاومة في فلسطين ولبنان سواء في المجال الميداني والعملي وأيضا في المجال السياسي فقاموا بعملهم بكل بصيرة ودراء. امروز ما شاهد هستیم که مقاومت پیروز فلسطین طرح سیاسی رو به نام حماس بر روی میز قرار داده است. نحن اليوم نشهد بأنه مقاومة النصر في فلسطين فقد وضعت على الطاولة مشروعا سياسيا بحضور حماس. به ایالات متحده آمریکا به صراحت گفتیم که در نسل کشی علیه غزه و جنایت علیه کرانه باختری در منطقه از صهیونیست ها حمایت نکند. و نحن قلنا بكل صراحة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه عليها أن لا تدعم الإبادة الجماعية للصهاينة ضد غزة وأيضا الجرائم ضد الضفة الغربية. ما با صدای بلند از ابتدای این بحران اعلام کردیم که جنگ راه حل نیست. نحن وبصوت عال ومنذ بداية هذه الأزمة أعلننا بأن الحرب ليست هي الحل. ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و از نتانیاهو نتیجه جز شکست قطعی در پی نخواهد داشت. ان استمرار امریکا فی دعمها للکیان الصهیونی و لنتانیاهو لن یجلب الا الفشل الحاسم لهم. رژیم اسرائیل به دنبال آن است که به همراه خود آمریکا را نیز در باتلاق جنگ در خاورمیانه گرفتار و غرق کند. ان الكيان الاسرائيلي يتطلع نحو انه ان تجلب معها امريكا وان توقعها في مستنقع الحرب في الشرق الاوسط وتغرقها في هذا المستنقع. تاکید میکنیم امروز آمریکا باید حمایت از رژیم نسل کش و کودک کش اسرائیل رو فوراً متوقف کند. نؤكد مرة أخرى بأنه على أمريكا اليوم أن توقف دعمها للكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال. حزب الله و مقاومت لبنان با درایت و خردمندی و شجاعانه نقش بازدارنده و تأثیرگذار خود را ایفا کرد. ان حزب الله و المقاومه في لبنان قامت بكل شجاعه و بكل حكمه بإيفاء دورها الرادع والمؤثر. به همه شهدای مقاومت فلسطین، مقاومت منطقه و به ویژه مقاومت لبنان درود میفرستیم. نترحم على ارواح جميع شهداء المقاومه الفلسطينيه وفي المنطقه ولا سيما في لبنان. درودهای گرم و صمیمانه دولت و ملت ایران رو به ارتش، دولت، مقاومت و مردم عزیز لبنان ابلاغ میکنیم. وأود أن أبلغ تحيات الحارة لإيران حكومة وشعبا، للبنان جيشا وحكومة وشعبا، وأيضا للمقاومة اللبنانية. جمهوري إسلام إيران بحمايتهاي قوي خود از مقاومت و از لبنان ادامه خواهد داد. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في دعمها القوي للمقاومة وللبنان. ما امنیت لبنان رو امنیت ایران و امنیت منطقه میدانیم. و نحن نعتبر بان امن لبنان هو امن ایران والمنطقه. شکرا جزیلا.
إذن مشاهدينا، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل قبل قليل إلى بيروت، ومن مطار بيروت معنا مراسل الميادين من جديد الزميل عباس الصباغ. عباس، أبرز ما جاء في كلمة الرئيس، عفوا الوزير الإيراني الضيف. عباس، تفضل. نعم محمد، الوزير الإيراني كرر دعم بلاده للمقاومة وللبنان، وكذلك تحدث عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وفي جرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية، وقال بأن ما تقوم به المقاومة في لبنان، كان مقاومة الإسلامية أو فصائل المقاومة، هو دور داعم ويعني جدير بقدم الشكر بطبيعة الحال لهذه المقاومة. وكذلك تحدث عبد اللهيان عن دعم الولايات المتحدة للعدوان، وبأن إسرائيل تريد توريط الولايات المتحدة في حرب في الشرق الأوسط، وأن استمرار واشنطن في دعم إسرائيل ودعم نتنياهو لن يجلب النصر ولن يغير أي شيء في يعني نتائج العدوان الذي بدأ منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الفائت. نعم محمد، شكرا جزيلا لك الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من مطار بيروت الدولي. هذا وتمر الأيام ثقيلة على أطفال غزة وسط معاناة غير مسبوقة وندرة الغذاء والدواء بل وحتى مياه الشرب. فلا حياة محمد طبيعية هناك في منازلهم المدمرة، ومنازلهم المدمرة إذن هي وجهتهم الوحيدة، وبين ركامها يبحثون عن قطع قماش تقيهم برد الشتاء القارس، وأمام غض العالم بصره عما يجري في غزة لم يقدر لمعظم أطفال غزة المولودين حديثا اختبار طعم الحليب تماما، كحال هذا الرضيع الذي استبدلت أمه الحليب المفقود بالتمر لعله يروي عطشه ويسكن جوعه. وفي السياق نفسه، الطفل محمد الطويل يروي للميادين قصة تعرضه للإصابة من قبل الاحتلال في أحد مراكز الإيواء في مخيم جباليا بقطاع غزة، وخضوعه لعملية استمرت 40 دقيقة من دون تخدير. محمود العوضية والتفاصيل. نحن هنا في شمال قطاع غزة، تحديدا في هذه المدرسة، وهي مدرسة الفلوجة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي إبان اجتياحه لهذه المنطقة ودخوله لهذه المدرسة واعتقال واستشهاد العشرات بل المئات ممن كانوا نازحين في هذه المدرسة. محمد هو أحد الأطفال الذين كانوا بداخل هذه المدرسة، تمت إصابته بشكل مباشر وتعرض للاستهداف أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وترك ينزف لساعات طويلة. قعدنا شوي في المدارس، فجأة اليهود خشت علينا، صار برضه صار في قذايف وفش يعني قذايف دباب مش طبيعية، طلعنا ضلينا في المدارس، خشت اليهود على المدرسة طلعتنا، شردنا على المدرسة الثانية، صاروا يخبطوا صواريخ زنانات، فتصوبت أنا وأمي وست استشهدت، ومن ضمن يعني باقوا في ناس في الساحة فمنهم استشهدوا. طلعنا أنا بقيت تصوبت، تغرزت بدون بنج، ويعني من كل أطفال العالم محدش استحمل اللي أنا استحملته. غضونا زنج على الشبع، غشوا علينا بالشبع. إحنا هنا لما أجانا هان غرزنا وتعاملنا مع الوضع، يعني لما تغرز قعد 40 دقيقة وهو تحت التغريز، وكانت إصابته يعني لما غرزناه بدون بنج وقتها، وهو تحمل أشياء يعني طفل بعمره زي هيك، ناس كتير ما بتتحملهاش. قش الجيش، صار إطلاق نار وضرب قذايف عشوائي، إحنا ما عرفناش وين نروح. كان هو وأمه وأخوه متصوبين ووضعهم سيء جدا، بعدين أخذوهم من مدرسة للوكالة
وجرته مفتوح، ما يعني أقول لك ما يمكن ربنا بس اللي طلعني، ربنا ده يعني أقول لك ما يقعد تحت غرز دكتور، مش دكتور، ممرض 40 دقيقة يغرز فيه بدون بنج ويستحمل الوجع، عمال الواحد إحنا بياكل شوكة بقدرش يستحمل. أنا بقينا نمشي لو جسر يقول لنا يلا يلا أمشي 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 يا جنجي يلا، وتسهلنا وطلعنا في نص الطريق إلا نسفت، صرت أنزف نزيف داخلي ونزيف، ودونا على الوكالة غيروا له وسكروا البنج وطلعونا من الوكالة لا غزة لعند الشفاء في السرير، وهم بزقون زيك. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. وبالتوازي وصل الاحتلال حماية مستوطنيه الذين يمنعون إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد تظاهر عشرات المستوطنين أمام معبر نتسان الحدودي مع مصر ومعبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، محاولين منع الشاحنات المحملة بالمساعدات من الدخول إلى القطاع. إلى الضفة الغربية، حيث تصدى مقاومون فلسطينيون صباح اليوم لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طول كرم. وقبل انسحابها من المدينة، اعتقلت قوة الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر صحفي. في السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس. وإلى اليمن، حيث أفاد مراسلنا بتجدد العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة الحديدة، حيث شن غارتين على منطقتي الجبانة والطائف شمال وجنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وكان العدوان قد استهدف في وقت سابق منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بـ7 غارات خلال أقل من 24 ساعة، وشن فجرا غارات على منطقة الاقطينات بمديرية باقم الحدودية شمال غربي محافظة صعدة شمالية اليمن. في هذه الأثناء، شهدت محافظة صعدة ومأرب وعدد من المدن تظاهرات حاشدة تحت شعار ثابتون على الموقف مع غزة حتى النصر. المشاركون رفعوا الأعلام اليمنية والفلسطينية ورددوا شعارات داعمة للمقاومة في غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي والأمريكي، كما أكدوا دعمهم عمليات القوات المسلحة اليمنية ووقوفهم إلى جانبها في أي قرار تتخذه. وللمزيد حول الأوضاع في اليمن تحديدا في الحديدة، حيث بحسب مراسلنا يسمع الآن دوي انفجارات يهز المدينة في هذه الأثناء، ينضم إلينا عبد الله الفرح مراسلنا من هناك ومدير مكتب الميادين في اليمن ليوافينا بأبرز التفاصيل حتى الساعة وماذا في المعطيات حول هذه الانفجارات. عبد الله تفضل. نعم، يبدو أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني لا يزال يركز على هذه المحافظة، محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. كان قد شن الطيران الأمريكي البريطاني عدة غارات منطقتي الكثيب والجبانة، ثم أتبع ذلك طبعا بغارتين جويتين منطقة الطائف بمديرية الدريهمي. وقبل قليل سمعنا بعد التظاهرة مباشرة التي خرجت وسط مدينة الحديدة وخرج فيها الآلاف في تظاهرة حاشدة، نسمع دوي انفجارات لم نتأكد حتى الآن
أين استهدفت ربما هذه الغارات، ولكن ما زلنا سنتابع معكم إن شاء الله في القريب أين مصدر هذه الغارات وأين استهدفت وما هو الهدف الذي استهدفته هذه الغارات. ولكن في المحصلة لا يزال الطيران الأمريكي البريطاني طبعا يركز على هذه المحافظة، مع أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد مرارا وتكرارا خاصة في خطابه بالأمس أن كل الغارات التي استهدفت أو التي شنها الطيران الأمريكي البريطاني لا يمكن أن تحيد قدرات الجيش اليمني في أسلحة الردع التي يمتلكها، ولا يمكن أيضا أن تستهدف أماكن حساسة للجيش اليمني. وبالتالي فإن معظم الغارات كما تحدث السيد إنما هي فقط لحفظ ماء الوجه. ما زلنا سنتابع إن شاء الله معكم هذه الانفجارات أين هي بالضبط وما الذي نتجت عنه إن شاء الله خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، وبانتظار المعطيات الجديدة. إلى العراق، حيث شيعت مدينة النجف الأشرف جثمان القيادي في كتائب حزب الله العراق الشهيد أبو باقر السعدي بمشاركة شعبية وحزبية واسعة. المشيعون جالوا بالنعش داخل مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث صلوا على الجثمان ورفعوا أعلام العراق والحشد الشعبي وكتائب حزب الله، وأكدوا كذلك السير على نهج الشهيد والذي ارتقى من جراء عدوان من مسيرة أمريكية استهدفت سيارته في العاصمة بغداد. أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تحدد المعايير التي يجب على الدول استيفائها كشرط للحصول على أسلحة أمريكية ومساعدات أخرى. المذكرة هذه تدعو وزارة الخارجية الأمريكية إلى الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بأنها ستلتزم بالمعايير الأمريكية والدولية، ويأتي إصدارها بالتزامن مع تصويت في مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن 14 مليارا لإسرائيل، إضافة إلى أموال لأوكرانيا وحلفائها. إلى ذلك، وبعد 126 يوما من المجازر الإسرائيلية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادا وصف بالأعنف منذ بدء العدوان للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وصفا إياها بأنها رد مفرط تجاوز الحد. وأكد في مؤتمر صحفي أنه يضغط من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع. من وجهة نظري فإن الرد في قطاع غزة تجاوز الحد. أنا أدفع بقوة بالغة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار هذا المرتبط بالرهائن. هناك كثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعاً، وكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك. وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون بمثابة كارثة بحق مئات آلاف النازحين المدنيين في تلك المنطقة. كما أكد أن البيت الأبيض لا يدعم أي عملية إسرائيلية كبيرة هناك. لم نرى أي خطط تقنعنا بأنه يجب تنفيذ أي نوع من العمليات الكبرى في رفح. أعتقد أنكم جميعا تعلمون أن أكثر من مليون فلسطيني يحتمون في رفح وما حولها، هو المكان الذي قيل لهم أن يذهبوا إليه. هناك كثير من النازحين، على الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذه عملياته هناك أو في أي مكان آخر أن يأخذ في الاعتبار حماية المدنيين الأبرياء. أستطيع أن أقول لكم إنه في غياب أي اعتبار كامل لحماية المدنيين على هذا النطاق في غزة، فإن العمليات العسكرية الآن ستكون كارثة بالنسبة لهؤلاء المدنيين، ونحن لا ندعم هذا. وعلى وقع الغرق الإسرائيلي في مستنقع غزة، قسمت قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس أو قسمت الشارع الإسرائيلي بين مؤيد لإتمام صفقة الإفراج عنهم وبين معارض لها، فيما اتهم محللون نتنياهو بتغذية هذا الانقسام. هذا التقرير لمنال إسماعيل.
إلى شارع مقابل شارع تحول ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس على الحكومة الإسرائيلية مع نزول مجموعات يمينية وعائلات جنود قتلى من الجيش الإسرائيلي إلى الشارع معارضين إتمام أي صفقة مع حماس ورافعين شعارات تدعو إلى الانتقام والترانسفير، وفيما عمدت مجموعات أخرى إلى التظاهر والاعتصام أمام المعابر مع غزة منعا لدخول أي مساعدات إنسانية إلى هناك. وصل أهالي الأسرى تحركاتهم لإطلاق سراح أبنائهم. العشرات من عائلات المخطوفين اعتصموا خارج مبنى وزارة الأمن وأغلقوا الطرق على أمل أن يسمع أعضاء الكابينت صرختهم. هم يستعدون لنهاية أسبوع درامية، هم يريدون ممارسة المزيد من الضغط ويعتزمون تصعيد تحركاتهم. الانقسام في الشارع الإسرائيلي ظهر في أسوأ صوره وطال قضية حساسة تتعلق بأسرى إسرائيليين لتظهر دراسة تفاقم الخطاب ضد أهالي الأسرى وتحركاتهم، حيث تعمل جهات مؤثرة مؤيدة لرئيس الحكومة على تأطير تحركات تلك العائلات وتصويرها على أنها تخدم حماس وتضعف إسرائيل وخلفها دوافع خارجية. وفي موازاة ذلك كله اتهم محللون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يغذي الانقسام في المجتمع الإسرائيلي ويحرض على عرقلة أي صفقة ممكنة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. رئيس الحكومة نقل في الأيام الأخيرة رسالة إلى الوزراء في الليكود والحكومة بشأن عدم مهاجمتهم صفقة المخطوفين المتبلورة في جلسة الحكومة، وفي إحدى المحادثات قال أيضا بنحو واضح: لماذا لم تتحدثوا ضد الصفقة داخل النقاش؟ ووبخ من لم يهاجم الصفقة داخل الجلسة. وعلى وقع ذلك كله قالت مصادر أمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شعر بالصدمة لأن نتنياهو يقحم اعتبارات سياسية في موضوع الأسرى، وإنه شعر بالالتزام بقضية الأسرى أكثر من نتنياهو نفسه. منال إسماعيل، الميادين. شهدت مدينة رام الله مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لقطاع غزة في وجه عدوان الاحتلال ونصرة للمقاومة ورفضا لعدوان الاحتلال المتصاعد في الضفة الغربية. المتظاهرون محمد رفعوا أعلام اليمن وجنوب أفريقيا وحزب الله ورددوا هتافات داعمة للمقاومة في لبنان والعراق واليمن. بدهم يعطوا على أمجاد، بدهم يعطوا على أمجاد. وفي الأردن شارك الآلاف في تظاهرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني تحت عنوان جسر بري لغزة وليس لإسرائيل. ففي مدينة إربد شمال غرب البلاد نظمت تظاهرة عقب صلاة الجمعة بمشاركة مختلف القوى الوطنية والدينية، رفعت فيها أعلام فلسطين ولافتات وشعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان وضرورة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. هذا وكانت العاصمة عمان قد شهدت تظاهرة حاشدة أيضا تحت عنوان فتح جسر بري إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني رفض أي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال والتطبيع. كذلك شهدت البحرين تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة دعما لغزة وذلك رغم الإجراءات المشددة. في أخبارنا الأخرى وإلى روسيا، حيث أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة صحفية أن الغرب يخشى من الصين القوية أكثر مما يخشى من روسيا القوية.
بوتين ولفت كذلك إلى أن الصين تتمتع بإمكانات هائلة ويعد اقتصادها الأول في العالم، حيث تجاوز الاقتصاد الأمريكي بحسب تعبيره. أما بشأن أوكرانيا فقال بوتين إن الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 جرى تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. الرئيس الروسي أكد رغبة موسكو في تحقيق حل للوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستقفان عاجلا أو آجلا أو ستتفقان عاجلا أو آجلا. وإلى باكستان، حيث أعلن حزب إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان فوزه ب 150 مقعدا في البرلمان المركزي من أصل 336. هذا ومنع حزب إنصاف الذي يتزعمه خان من خوض الانتخابات، لكن وسائل أعلام باكستانية قالت أن المرشحين المستقلين المؤيدين لخان تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية. ولفتت في المقابل إلى أن أداء حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف كان سيئا. والآن إلى موجز الاقتصاد في هذه الظهيرة والزميل خالد خليل من جديد. مساء الخير خالد. مساء النور ديما. من جديد أهلا بكم. أبدأ الكنيسة الإسرائيلية موافقة مبدئية على ميزانية الكيان المعدلة لهذا العام التي تضيف عشرات المليارات من الدولارات لتمويل الحرب ضد قطاع غزة، مع إنفاق كبير على التسليح وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من جراء الحرب. وجاء في بيان للكنيسة أن حزمة الإنفاق البالغة 159 مليار دولار تشمل تسديد الديون، وقد حظيت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50. وفي السياق نفسه، أفادت وزارة المالية بأن العجز المالي الإسرائيلي تسعى إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق. وارتفع الإنفاق الحكومي بعد اندلاع الحرب بنسبة 36%، ولولا الإنفاق المتعلق بالحرب لكان الإنفاق الحكومي قد ارتفع بنسبة 14.6% فقط. حذرت منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير عملية التسليم من جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر يهددان بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج أكثر من نصف سكان اليمن إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية وفقا للأمم المتحدة، تتزامن مع النقص الحاد في التمويل الذي يعيق عملية الاستجابة. اليمن الذي يعاني تبعات الحرب يعتمد على الواردات في 90% من احتياجاته الغذائية. قالت شركة دي أن أو أن روجيا إنتاجها من النفط في منطقة كردستان العراق تعافى إلى حد كبير من أثر إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي قبل عام، لكنه يباع الآن محليا بسعر مخفض. وتوقفت تدفقات النفط الخام بنحو 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق إلى تركيا في آذار مارس الماضي، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم. وكانت الشركة تبيع متوسط برميل النفط بين 30 دولارا و 35، لكن مع انخفاض الإنفاق التشغيلي بسبب توقف في أعمال الحفر فإن المبيعات تدر سيولة للشركة بنحو 10 ملايين دولار شهريا. ختام الظهيرة مجددا من غزة. فمهما اشتد الظلم إلا أن المحتل يقف عاجزا دائما أمام إرادة أصحاب الأرض. فوسط الدمار وزخات الرصاص وأصوات القذائف وفي ساحة خالية بين خيام النزوح ينشد أطفال غزة حبا بوطنهم، ولو لم يبقى على ترابه منزل واحد قائم فوق رؤوسهم. جنة 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 وبهذه الجنة نختم. للمزيد زوروا صفحات الميادين
على الانترنت الميدين.نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.